بسم الله الرحيم. عمل الصفير المشبه باسم الله قال ارفع بها وانصبها وجر بها وهي بأل وبدون أل اسما مصحوبا بأل ومضافا إلى ما في أل ومضافا إلى ضمير الموصوف ومضافا إلى مضافا إلى ضمير الموصوف ومجرد من أل دون الإضافة ومجرد من أل دون الإضافة فصوره 36 نعرفها بأل. تقول جاء زيد الحسن الوجه عملتها في هي بأل عملتها في معرفة بأل الحسن وجه الأبي هي بأل وعملتها في اسم مضاف إلى ما في أل الحسن وجهه عملتها في مضاف إلى ضمير الموصوف الحسن وجه أبي عملتها في مجرد من دون الإضافة الحسن وجه غلامه عملتها في مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف الحسن وجها عملتها في مجرد من الإضافة هي بأل وأضفتها. والمعمول في هذا كله يكون مرفوعا ومنصوبا وزرارا 3 في 6 في 18 تيمة. نأتي بالصفة المشبهة ليست معروفة بأل. تقول جاء رجل حسن وجهه عملتها في مضاف إلى ضمير الموصوف وجهه الحسن وجهه غلامه في مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف الحسن الوجه حسن الوجه عملتها في معرفة بأل الحسن وجه الأبي في مضاف إلى ما في أل الحسن وجه ابن عملتها في مضاف في مجرد من الدول الإضافة الحسن وجها عملتها في مجرد من الدول الإضافة. والمعمول في كل هذا مرفوع ومنصوب ومجرور 3 في 6 في 18 18 في 18 36. يتصور أن يكون معمول الصفة المشبه باسم على 36 صورة كلها جائزة إلا إذا كانت الصفة بأل والمعمول مجرور ليس معرفا بأل ولا مضافا إلى ما في أل وهي الأربعة التي سوف ينطقها لك ممنوعة. جاء زيد الحسن وجهه لا تجوز الحسن وجهه لا تجوز الحسن وجه غلامه لا تجوز الحسن وجه أبي لا تجوز أربعة وهي قوله فارفع بها وانصب وجر مع ودون المصحوبة وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع لا يجوز لك أن تجر بها وهي بأل اسما من الخلاء ليست فيها وخلاء من إضافة لتاليها وما لم يخلفه بالجواز والاسم. هذا مأخوذ من قول ابن مالك قبل هذا من قول ابن مالك في الإضافة. هل وصلت الإضافة؟ الإضافة قرأتها ووصل البلا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب ورأس الجاني. عندك الوصف إذا كان بأل لا يضاف إلا لما في أل أو إلى مضاف إلى ما في أل. تقول لك جاء القارئ النحوي أو القارئ كتاب النحوي لا يجوز أن تقول جاء القارئ كتاب لا يجوز هذا. كذلك هنا كل الأوجه جائزة. نقول الصفة المشبهة باسمها تكون معرفة بأل يكون معمولها مضافا إلى ضمير الموصوف أو مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف أو معرفا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو مجرد من أل دون الإضافة أو مجرد من أل الإضافة. والمعمول في هذه الأحوال الستة مرفوع أو منصوب أو مجرور فتلك 18 صورة. وتكون الصفة المشبهة بغير أل ويكون المعمول مضافا إلى ضمير موصوف أو مضاف إلى مضاف إلى ضمير موصوف أو معرفا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو مجرد من أل دون الإضافة أو مجرد من أل الإضافة. والمعمول مرفوع أو منصوب أو مجرور فتلك 18 صورة وقبلها 18 صورة فالصور 36 كلها جائزة إلا 4 صور محصورة في أن تكون الصفة المشبهة باسمها بأل ومعمولها مجرور ليست فيه أل وليس مضافة إلى ما فيه أل.